مرحبا، جولة بداية الأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي بلشت هلأ على شاشة سما الفضائية لحتى نشوف بشو حنبلش أول حلقاتنا. والبداية من الفيديو الأكثر انتشاراً لأم مصرية طلقة زوجها بيوم عرس بنتها وتسبب بجدل كبير. وبتاني أخباري حنمرق على الفوضى والعراك بالكراسي بين مشجعي إنجلترا وويلز، وبالمغرب حنختم وتضامن واسع مع مشجع تعرض للتنمر بسبب أسنانه. لهيك خلونا نبدأ فوراً بأول لوغ إن على تيك توك. للأمانة أغلب الأمهات ممكن أنه يكون في مشاكل بينهم وبين أزواجهم وما بياخدوا قرار بالانفصال أو الطلاق وبيقعدوا مع أولادهم لحتى يربوهم ويمكن يعملوا يلي عليهم ويأدوا رسالتهم تجاههم. ولكن في رجال أقل ما يقال عنهم أنهم أشباه رجال. ليش؟ حخبركم شو القصة. تسبب مقطع فيديو عم بنشوفه حالياً وهو كان متداول بشكل كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لحفلة زفاف بمصر، أعلن خلالها والد العروس طلاق زوجته بالثلاثة خلال المناسبة اللي مفروض تكون سعيدة. فطلع الزلمة مسك المايك وقال ألف مبروك للعريس والعروس، أما بالنسبة لأم العروس فهي طالق بالثلاثة تروح من القاعة مباشرة على بيت أهلها. هذا الشيء عمل صدمة كتير كبيرة ومفاجأة للجميع لحتى يكون تريند هالفيديو بالساعات القليلة الماضية، وانهارت العروس وتعرضت يمكن والدتها للإغماء، هالشيء بحسب أحد الحضور. أما المدعوين فانصابوا بحالة من الذهول، سواء أهل العروس أو حتى أهل العريس والمعارف والمدعوين. ومن بعد ما رفضت الأم ببداية الموضوع التعليق على طلاق زوجها لإله، إلا أن لاحقاً خرجت عن صمتها وقالت أنها كانت عم بتعاني من سنوات مع زوجها وانفصلت رسمياً عنه بيوليو الماضي، وفضلت أنه تضل ببيتها لحتى ترعى أولادها وتوقف مع بنتها لحتى تتزوج، ووصفت تصرف الزوج بأنه محاولة لكيدة بسبب حب أولادها لإله، وأكدت أنه هالشي تسبب بفضيحة لإلهم قدام الناس كلياتها للأسف. وألف ألف مبروك للعريس والعروس. إن بالنسبة لأم العروسة فهي طالق بالثلاث وتروح من القاعة على بيت أهلها. وألف مبروك. يعني هالتصرف للأمانة ما بيمثل الرجولة بأي صلة. يمكن أقل كلام ممكن ينقال عنه انه هو قلل احترامه قبل ما يقلل من احترام عيلته وزوجته. يمكن ما في كثير كلام ممكن يوصف هذا التصرف اكثر من قلة اصل حسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ثانية اخباري لليوم ولوج ان جديدة على تويتر. يلي بيتابع كرة القدم بيعرف انه شهدت مباريات الكرة بين انجلترا وويلز خلال يمكن الموسم الاخير اعتقالات واضطرابات بمستوى هو الاعلى من نوعه من تقريبا 8 سنين لحتى الان، ولكن اليوم عم بيصير عراك وضرب بالكراسي بين مشجعي الفريقين باشتباكات عنيفه قبل مباراتهم المرتقبه بكاس العالم 2022. فانتشر هالمقطع الفيديو يلي عم بنشوفه حاليا بيوضح اشتباكات عنيفه بين مشجعي الفريقين من بعد ما تعادل الانجليز مع الولايات المتحدة الأمريكية امبارح، وظهر بالفيديو مشجعين بقمصان حمراء وقمصان المنتخب الويلزي عم بيواجهوا أصحاب الزي الرسمي للمنتخب الإنجليزي من بعد التعادل مع الولايات المتحدة، وتم توجيه اللكمات لبعضهم البعض بالإضافة لإلقاء الكراسي. وللأمانة صار حالات أذى كبيرة. هذا الفيديو عمل حالة من الجدل مثل العادة على السوشيال ميديا، ويلي يمكن رواده صار لهم فترة عم يحكوا بموضوع العنف سواء داخل الملاعب أو حتى خارجها. ولكن بالنهاية الآراء عم تجتمع دائما على أنه الروح الرياضية اللي الكل مفروض يتحلى فيها ما عم بتصير. ثالث أخباري وآخر لوغ إن على فيسبوك. يعني ظاهرة التنمر دائماً موجودة ودائماً بنحكي عنها سواء بالواقع أو بحلقات لوغ إن، مع أنه الكتار بيفكروا بسياق واحد أنه عيب،
عيب لما نتمسخر على أي حدا تحت اسم التنمر، وعيب نتعدى على أي شخص بأي لفظ بيستهزئ بشكله أو بلونه أو بأي شيء بيخصه من باب الهضامة، وما منفكر بوقتها أبعد من أنفنا وقديش ممكن هذا الشيء يأذيه نفسياً أو حتى يأثر عليه. هالشي صار مؤخراً يمكن بآخر أو بإحدى مباريات المونديال، فتعرض مشجع مغربي خلال هالمباراة اللي صارت بين المنتخب المغربي وكرواتيا لموجة من التعليقات الساخرة والمتنمرة من قبل أجانب ومغاربة. وظهر هالرجل يلي على ما يبدو كان بالخمسينات من عمره وهو عم بيهتف بالمدرجات ورفع علم المغرب بلحظة تلقائية يمكن التقطتها عدسات الكاميرات. يمكن هي هي الصورة يلي انتشرت بشكل كتير واسع وتعرض من خلال هذا الرجل للتنمر. أخذوا هاي اللقطة بكتير من المسخرة بسبب شكل أسنانه، وبالفعل ظهر بسن واحد. أما بعض التعليقات يلي انتشرت، وفي واحد منهم انتشر كالنار بالهشيم، وقال كان لازم هالمشجع يصلح شكل أسنانه بدل ما يجي ويشجع، بإشارة لتكلفة السفر يلي كان ممكن أنه يستثمره بإصلاح أسنانه. هذا التعليق أثار جدل كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتضامن عدد كبير من المغاربة مع هالمشجع يلي وقع ضحية للتنمر. هذا الشيء حرفياً عيب، وهيك قالوا رواد مواقع التواصل المغاربي، لأنه مشجع مغربي ما غلط بشيء وما له قاعد ببيته ورا شاشة هاتفه عم بيهاجم الناس. زلمة كان بمنتهى السعادة بتشجيع منتخب بلاده، بدل المسخرة عليه ليش ما بتفرحوا معه؟ ولكن على ما يبدو في ناس مريضة نفسية هوايتها تتمسخر وهوايتها تتنمر. هدول يلي للأسف هن يمكن ندعي لهم دايما الله يشفيهم ويكون معهم. يعني للأمانة خلونا ننتبه دايما قبل ما نوجه أي كلمة نحس حالنا عم نتهاضم فيها كرمال ما نتنمر على غيرنا ونأثر عليه وعلى نفسيته وعلى حياته، لأنه ممكن نترك فجوة بمكان عند أشخاص ما بيستاهلوا. أخبار جولة اليوم من لوج إن خلصت. أكيد لكل الأشخاص يلي حابين يشاركونا الأخبار أو الفيديوز التريند يلي عم يشوفوهم على السوشيال ميديا، بتقدروا تفوتوا على صفحة لوج إن أو حتى على صفحة قناة سمر الرسمية وتشاركونا كل الكومنتس وحتى التريندز يلي حابين نحكي فيها. وعنا أنا مع هذا الخبر بكون وصلت لنهاية جولتي اليومية. برجع بشوفكم بكرة إذا الله راد بلفة جديدة وجولة جديدة على مجموعة مواقع التواصل الاجتماعي. ومن هلأ لوقتها ضلكم بألف خير. باي باي.